بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ علي، الأخوة والأخوات الأفاضل، مساء الخير جميعا. أولا للحديث عن ثورة البحرين شجون، والألف يوم التي مضت كأنها البارحة، ولعلي أتذكر شخصيا ذلك الاجتماع الذي حدث في جمعية العمل الوطني وعد مع المناضل الرفيق إبراهيم شريف، حيث قررت الجمعيات السياسية إنشاء لجنة سميت بلجنة دعم ثورة 14 فبراير، وتم اختياري ممثلاً على الوحدة في هذه اللجنة، وضمت أعضاء من كل الجمعيات السياسية. اجتمع بنا المناضل إبراهيم شريف ونصحنا أن نكون مع من يطالب بمطالب شعب البحرين هناك في دوار اللؤلؤة. نصحنا بالتوجيه، بالدعم المعنوي والدعم اللوجستي والتواجد الدائم هناك، والحمد لله رب العالمين اجتمعنا بتلك الخيرة التي اختارها الله سبحانه وتعالى، أن تحارب من أجل هذا الوطن، أن تحارب من أجل هذا الشعب. اجتمعنا مع هؤلاء وكانوا طموحين ينشدون الحرية والكرامة والعدالة. لم نرى في هؤلاء الشباب الأخيار أي ميول أو أي كما يدعي هذا النظام أجندات للخارج أو ميول خارجية أو لأشخاص معينة أو لتيارات معينة. تواجد الرسالي وتواجد الوفاقي وتواجد اليساري وتواجد رجل الدين والطبيب والدكتور والعالم والمهندس والامرأة والطفل والشاب، وكل شعب البحرين تواجد في ذلك الدوار من أجل هدف واحد، وهو نيل الحرية ونيل المطالب التي خرج من أجلها. نعلم جميعا أن نظام البحرين حاول ويحاول إلى اليوم أن يفني وأن يقضي على هذه الثورة المباركة، ولكنه واهم كما تعلمون. وها نحن هنا نجتمع في هذا المقر الكريم مع هؤلاء الأشراف، نجتمع وسوف نجتمع، ولن تتوقف اجتماعاتنا ولا مسيراتنا ولا تظاهراتنا إلا ونحن منتصرون. لن نتراجع يا نظام البحرين، لن نرجع للبيوت، وهناك دماء سفكت، وهناك حرائر ما زالت في السجون، وهناك ظلامة إلى هذا الشعب الأبي الذي خرج كما خرج الذي خرجت باقي شعوب المنطقة، وبعضها نال بعض الحرية وبعضها إلى الآن، وهو الشعب البحريني إلى اليوم لم ينال هذه المطالب. أتذكر على الصعيد الشخصي كما قال الأخ المشاركات شخصية، أتذكر في الأول من مايو وفي مسيرة عيد العمال عندما كنا في باب البحرين وتم الاعتداء علينا بالضربة هناك، وأتذكر معنا الأخ المناضل العزيز جواد فيروز وآخرين. كذلك الحال في مسيرة البلاد القديم حيث تم استخدام الطلقات النارية وأصيب سماحة الشيخ وأصبت أنا، وكذلك السيد كان موجود معنا والأستاذ جواد وغيرهم. نحن نقول لهذه السلطة أنك إلى اليوم قمت بقتل ما يزيد عن 130 شهيد، السجون مملوءة بأكثر من 3000 سجين، رموز المعارضة موجودين في السجون، أطفالنا معتقلين بتهم واهية، مسرحيات، فبركات. يجب على هذا النظام أن يعلم أنه لن يتراجع هذا الشعب في ظل هذا القمع وظل هذه الفبركات وظل هذه المسرحيات. نقول هذه الرسالة في اليوم الألف، ولو أكملنا اليوم الألفين، ولو أكملنا 10,000 سنة، سوف تبقى هذه الأرض وسوف يبقى هذا الشعب يصارع من أجل نيل مطالبه التي خرج من أجلها. أشد على أياديكم وأتمنى أن لا نغادر هذه الساحات إلا ونحن منتصرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.